قامت متوسطة الشيخ بوعمامة ببلدية بني والنيف الحدودية في برنامجها السنوي الخاص بالفحوصات الطبية عبر وحدة الكشف والمتابعة على كل الأطوار بالمؤسسات التربوية وإعطاء التطعيم ضد الدفتيريا. تقول لك واش فيك ليزونجين لا لاغريب، عاود كي تكمل تشوف هنايا الاسنان. هنايا ثاني مرة نجي هنايا ندخلوا هنايا الأطباء لونا على عينينا وعلى الأسنان تاعنا دونا الفاكسة. هذا الموما تاع الكوفيد ماناش نديروا التجمعات، انا نخافوا بورك سمو بصح قبل كنا نديروا لهم في ندير دي صال نديروا الداتاشو نديروا ان داتاشو ونقروهم كيف لا ميثود دو بروساج كيف يبروسسنيهم كيف يحاول من لاليمونطاسيون تاعهم سان. على مستوى مناطق الظل يستفيدون من وحدات الكشف والمتابعة في جميع الاختصاصات مع برنامج توزيع الكمامات بشكل دوري. هناك اعتمادات خاصة بالوحدات التي يتواجد بها الأريكة الخاصة بطب الأسنان نظرا لأولا الأهمية البالغة اللي أعطتها الدولة بالنسبة لصحة أبنائنا التلاميذ خاصة بالنسبة للمناطق الظل. أتينا اليوم إلى العيادة الطبية وسنقوم بإجراء بعض الفحوصات ويجب علينا الاحترام في البروتوكول الصحي. الفحوصات الطبية تعنى أيضا بمرافقة الحالات المرضية المزمنة للتكفل بها على مستوى المؤسسات الخاصة.